الوطني اللي باسمكم جميعا كنرحبوا بهم السيد رئيس عزيز خنوش، السادة الوزراء، السادة أعضاء المكتب السياسي، مرحبا بكم. أسبوزنون أمباركي صاحب جدار نايسو هو اللي قدر باش تكون الاستاذ ديال المزيرية، ماشي شي حد اخر. صاحب جلال الله نصرو هو اللي قرر انه يعني يكون عيد وطني مؤدى عنه نحتفل به كما غالبا منه. اليوم كنجتمعوا مع المنتخبين، ازيد من 1200 منتخبه ومنتخب على مستوى جهه سوس ماسا، باش اولا نتكلموا على المنجزات ديال الحكومه على المستوى الوطني. اليوم شاء من شاء وكره من كره، المغرب كيعيش لاول مره في التاريخ واحد الثوره اجتماعيه حقيقيه كيقودها سيدنا الله ينصرو، ثوره اجتماعيه اللي مكنات ملايين المغاربه اليوم باش يتوصلوا من الدعم الاجتماعي المباشر اللي كان عند بعض الاطراف السياسية واحد الوقت غير شعارات. اليوم ملايين المغاربة كيستافدوا من لا متضامن، في يعني سواء يقدروا يداواو في المستشفى العمومي في المستشفى الخصوصي، كتخلص عليهم الدولة ازيد من 9 مليار ديال الدرهم. اليوم الناس اللي باغيين يستافدوا من سكن يمكن لهم انهم يستافدوا من 10 مليون على السكن اللي كيقل الثمن ديالو على 30 مليون و7 مليون على السكن بين 30 و70 مليون. هادو انجازات اللي هي كبيره. اليوم ممكن يتكلموا على ثوره في القطاع ديال التعليم، ثوره في الرفع من القدره يعني الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين من خلال مجموعه من الاجراءات اللي دارت. اذا هادو كلهم اوراق اجتماعيه اللي نجحت الحكومه باش انها ديرهم. كذلك لذلك جينا باش نتواصلوا على ما يتعلق بالجامعات، لان اليوم نعتقد عندنا قناعه داخل هذه الحكومه وداخل الاغلبيه بانه نجحنا على ما في الالتزامات ديالنا على الصعيد الوطني، ولكن باقي عندنا العمل كينتظرنا على مستوى المحلي. باقي الجامعات كتسير يعني بالعجز، باقي البنيات التحتيه ما كتقدش ان الجامعه انها ديرها. لذلك جينا فتحنا النقاش بكل شجاعه وتصنتنا الالاف ديال المواطنات والمواطنين المنتخبين ديالنا في مختلف مناطق المملكه، واليوم جينا باش نشوفوا شنو هما الاجراءات اللي ممكن دار باش اولا نرجعوا المكانه ديال المنتخب المكانه الاعتباريه ديالو، ثانيا نعالجوا الاشكالات اللي كاينه على مستوى القوانين التنظيميه، وثالثا كيفاش نرفعوا من القدره التمويليه والماليه للجامعات الترابيه. فاكيد ان هذه المخرجات غادي نشوفوها في لقاء وطني غادي ينظموا التجمع الوطني الاحرار، واللي غيعرض فيه المكتب السياسي للحزب العرض ديالو الجواب على هذه الجوله الجهويه. اذا نحن اليوم في هذا المنتدى الجهوي ديال المنتخبين الاحرار جينا باش نعبروا على الفرحه ديالنا ديجا بالترسيم وبترسيم الامازيغيه ك يعني ك ك يعني معطى مهم في الثقافه ديالنا وكذلك في المبادئ ديال الحزب اللي اشتغلنا عليه. اذا جينا نفرحوا اليوم بهذا الانجاز العظيم، وكذلك نتصنتوا المنتخبين يعني المطالب ديالهم اللي هما غادي يقراوهم كل اقليم غادي يقرا التوصيات ديالو، ومن ضمن التوصيات ترسيم وتفعيل اللغه الامازيغيه اللي هي ملقاه على عاتق المراه، خصوصا المراه التجمعيه، لان المراه هي اللي كتهضر بتبازيغت في الدار، المراه هي اللي كتربي الوليدات، الى اللغه الام ما تملكوهاش الوليدات ما يمكنش تستمر. اذا غادي نفعلوها كذلك في المدارس وفي المنتديات وفي اللقاءات، وكذلك غادي نديروا لها الاجراء ديالها، ولكن هذا يعني هاد لا ريسبونسابيل هاد المسؤوليه هي ملقاه على المراه التجمعيه كذلك. المحطه 10 من المنتدى الجهوي، ولكن ما يميز كما قلنا هذا المحطه هذه هو وهي مقصوده باش نحتفلوا في يوم 13 يناير اللي هو راس الامازيغيه. هذه السنه اعتبار مضاعف لانه كاين القرار الملكي، كاين التوجيه الملكي باش يكون عطله رسميه مؤدى عنها، وما يحمل هذا من توجيه باش جميع المغاربه وجميع المؤسسات يعطيوه الاعتبار الكافي. حنا كمنتخبين بدورنا كنستشعروا هذه المسؤوليه، هي كنحتفلوا جميع المدن المغرب والجماعات هنا في سوس ماسا بالتحديد كلهم احتفلوا، ولكن كنستشعروا واحد المسؤوليه ملقاة على عاتقنا اللي كتدعونا باش
نمشيو للتفعيل بكل ما يحمله التفعيل من معنى. تفعيل بالطبع الإداري في الإدارات ديالنا اللي كنشرفوا عليها، ولكن كذلك نجعلوا من الموضوع ديال الأمازيغية موضوع كل المغاربة، اللي كان هو في محتوى ديال الخطاب أجدير هذه تقريبا 22 سنة، واللي جاء في الدستور ديال 2011. اليوم كنقولوا بأن الكرة دابا عندنا، الكرة عند المنتخبين، الكرة عند بعد التفعيل الشعبي، بعد الترسيم الشعبي اللي كان هذه عقود، بعد التفعيل الرسمي اللي كيترسخ هذه السنة، بعد الشرعية الرسمية اللي كانت هذه السنة. أعتقد أن لم تبقى عندنا أعذار باش ولا مشاجب ولا شي مشجب. اليوم خاصنا نهضوا بهذه القضية ونمشيو للتفعيل الميداني الرسمي. الحزب عنده هذه الأدوار، هذو كرابط كارولي بين المركز وبين المجالات الجغرافية مع لي تيريتوار. الدور ديالو هو أولا يوصل ويساهم في التنزيل ديال هذه الأوراش، كل ما يرتبط بالأفق ديال الدولة الاجتماعية كيعني المنتخب. نتا داك البرنامج الانتخابي وخا وطني راه ساهم الحزب في الايصال ديالو نهار الانتخابات، ولكن كذلك انه يوضحها، ماشي غير ينزل فيها، يوضحها يسوقها التسويق الايجابي. اليوم اكثر من اي وقت مضى، والانتخابات الجزئيه اللي دازوا هذه واحد اسبوعين اكدوها، الحزب يوجد ماشي غير فقط في صحه جيده، ولكن يوجد في كامل لياقته وفي كامل درجات تعبئة مناضليه، وبالخصوص المنتخبين ديالو اللي كتشوفوهم في جميع المحطات كيجيو بالمئات وكيجيو متحمسين وتيتعبؤوا باش هذا الورش ديال التنمية وبالخصوص ديال التنمية المحلية يتبنوه بدون قيد أو شرط إلى غاية نهاية الانتداب. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.